أهلا بكم. دعا الأمين العام للمؤتمر الوطني في العراق النائب أراس كريم إلى الاستفادة من أرباح الشركات الحكومية وبيع عقارات الدولة للمساهمة بتسديد الديون. وقال كريم إن الدولة تمتلك المئات من العقارات في بغداد والمحافظات بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، والتي يمكن بيع البعض منها والاستفادة من قيمتها في سداد الديون المتراكمة على الدولة. ودعا كريم إلى الاستفادة من أرباح الشركات الرابحة في موضوع تسديد الديون قائلا إن هناك أكثر من 14 تريليون دينار يمكن توفيرها من خلال أرباح تلك الشركات للاستفادة منها في نفس الهدف. ضبطت شرطة الطاقة في نينوى صهاريج نفطية معدة لتهريب المنتجات النفطية في المحافظة. وقال مصدر في الشرطة إن الصهاريج المضبوطة كانت محملة على سيارة في إحدى الساحات بالقرب من سيطرة العقرب في محافظة نينوى، مضيفة أن الحمولة غير معروفة المصدر ولا تحمل أوراق رسمية. أعلنت مديرية جمارك رابرين بكردستان العراق مصادرة 14 طنا من مادة كبد الدجاج الإيراني الممنوع استيراده. وأضافت إدارة الجمارك أن البضائع المضبوطة كانت مخبأة تحت الألواح التي تحمل بلوك للبناء على الشاحنة المضبوطة. وأوضحت إدارة الجمارك أن حكومة كردستان العراق كانت قد أصدرت قرارا بمنع استيراد مادة كبد الدجاج من إيران لتكرار فساد المنتج من بلد المنشأ. أعلنت قائم مقامية قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية بكردستان العراق عن مصادرة 40 طنا من مادة السكر الإيراني في أحد المجمعات في المدينة. وجاء في بيان للقائم المقامية أنه بعد فحص المادة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، مشيرة إلى أن المجمع الذي تم العثور فيه على مادة السكر غير صالحة لتخزين المواد الغذائية. وأوضح البيان أن صاحب المجمع قام بخزن تلك الكمية من أجل الاحتكار والبيع بسعر مرتفع. دعا مواطنون في بغداد السلطات الرقابية إلى التدقيق في الأسباب الحقيقية لتأخير إنجاز مشروع مستشفى الأفضلية العام المعطل منذ 5 سنوات. وتؤكد الجهة المشرفة على إنجاز المشروع بأن قلة التخصيصات كانت سبباً في التعطيل، فيما يطالب مراقبون بالتحقيق في شبهات فساد في المشروع الذي لا تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 30%. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.